مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معنا اليوم بمس هنادي، صاحبه هنادي نيلز. هاي، كيفك مس هنادي؟ حبيبه قلبي، انا من حقك نوره البرنامج مس هنادي. مس هنادي، حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بداتي تاسيس هنادي نيلز؟ هلا شوفي، هنادي نيلز هي من 11 او 12 سنه صرت ما شاء الله. كل يوم على اليوم بحس اني راح اكبر اكثر، يعني انا ما حسيت حالي اني وقفت هون. نعم. ان شاء الله انه راح اضلني على طول. ان شاء الله، باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. مس هنادي، حابين نعرف اكثر عن الخدمات اللي بتقدميها في هنادي نيلز. شوفي، هلا انا هنادي نيلز هي هنادي تكنيشن او انه هنادي ارتست. نعم. بعيدا عن الباديكير ومانيكير، اكيد الكل بيعرف انا أكيد. بعيدا عنهم تماما. انا بالارت، يعني كيف انه ارسم على الاظافر، طريقه تركيب الاظافر، الاشياء اللي انا بحس انه انا لو بدي اروح على اي صالون كيف انا حابه يكونوا اظافري. نعم. فانا بشتغل زي ما انا بحب، عمري ما حسيت اني بشتغل ترى. نعم. دائما بحس حالي انه ما بشتغل لانه كثير بحب شغلي كثير. نعم. بحس انه اي زبونه بتيجي عندي بكون متأكدة انها رح ترجع مرة ومرتين وثلاثة. ما بنكون زباين، احنا صاحبات بنصير يعني. ما شاء الله. برتاحوا معي بالشغل وانا برتاح معاهم، وعم بحس انه زي ما حكيت لك ما بشتغل. بحس اني عم في اشي حلو عم بطلعه. يعني هيك برسمه على الاظافر شو ما كان. نعم. بس. مس هنادي، ممكن تقول لنا اكتر عن الانواع اللي بتتقدم هنا بالنيلز؟ يعني انا اسمع الاكليريك والجل هلا صح، في هاي المسميات اللي حكيتيها. نعم. هاي مسميات كثيره، في الاكليريك، الجل، الاكرو جل، البولي جل. هاي الاسماء بلشنا فيها من زمان، يعني بنطلع فيها درجه درجه. نعم. هلا اللي ما له ماضي ما له حاضر زي ما بحكوا. اكيد. بس الحلو انه يضل الواحد متابع، لانه يعني بالنسبه للاظافر، الاظافر بحسها بحر، مش انه نوقف على نقطه معينه. يعني بنحاول نوصل مرحله انه شو الاشي اللي اخف على الاظفر، او شو الاشي اللي تحس الزبونه او اللي جاي تحس انه اظافرها كثير ناتشورال، مش انه متعبينها مغلبينها ولما تمل من اظافرها فيها تشيلها. نعم. في شغله ثانيه كثير مهمه لازم احكي لك اياها، انه الاظافر عندي في ناس عمرهم 16 15 16 سنة امهم بتجيبهم عندي لانهم عم بياكلوا اظافرهم. نعم. اي، فانا عندي يعني عندي تقنيه او حركه معينه بعملهم بالاظافر انها ما فيها تاكل اظافرهم. بعد فتره هيك بتصير اظافرها اوكي، وهيك وهي بتضلها عندي. يعني حلو كثير، ما شاء الله. بحسها انه صارت علاجيه كمان، يعني مش بس انها تجميليه، برضه علاجيه. ما شاء الله. مس هنادي، حابين نعرف طبعا ازاي قدرتي تتميزي. إذا قدرت أتميز؟ نعم. أنا مش إذا قدرت، أنا تميزت وخلصت. ما هذه الثقة. أنا تميزت وخلصت بكل شيء الحمد لله. بالنسبة للنيلز، أنا بحس حالي يعني السيجنتشر لإلي. نعم. أي حدا بشوفه، أي حدا بشوف الأظافر عند أي حدا راح يحكي أنت عاملة أظافرك عند هنادي. ما شاء الله. خلص، بحس خلص وبميز شغلي من بين يعني كثير صالونات او شيء. نعم. مس هنادي، حابين نعرف ليش مش فاتحه صالون؟ ليش مش فاتحه صالون؟ نعم. شوفي، لانه انا هذا شغلي، بحس انها هوايتي وليست مهنتي. نعم. يعني عم بعطي كمهنتي، غير انه مثلا بتعطي مهنه هيك بتحسي حالك انه مقيده. نعم. بكل شيء. اما لما تكون هوايتك بتحسي حالك هيك اطلقت العنان لشغلك، تحس بدك تضلك تجيبي اكثر وتعملي اكثر وهيك، وما تطلع على الماده. نعم. اكيد تطلع على المواد. بضلني اشوف حالي انه لا، لازم اجيب شيء اقوى احسن هيك افضل. اما اذا بدي افتح صالون رح اصير اطلع على الماده وليس على المواد. ليش؟ بتعرفي كيف الصوالين في موظفات، كهرباء، مي، مواد، كثير اشياء. نعم. اصير احاول اني بدي اعمل بالانس بين الشغل وال التكلفة وما بين ال نعم. أكيد. بس أنا إذا حاطة ببالي شو بدي أفتح للمستقبل، إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. رح أفتح يعني مركز تدريب. نعم. يعني أنا هلأ وصلت الحمد لله، اللهم لك الحمد. إن شاء الله. إني أدرب صالونات.
ما شاء الله ما شاء الله علي ان شاء الله ما شاء الله عليك. مركز تدريب نعم. ان شاء الله لانه كل الصالونات تقريبا يعني رح بيجيبوا لي بنات من عندهم اني ادرب لهم اياهم. نعم. فلما اعمل مركز التدريب واعمل برودكت باسمي اللي بتتدرب عندي بتاخذ المواد من عندي انا بكون هيك حاسه حالي اني ان شاء الله مش وصلت القمه اني وصلت للي انا بدي اياه. بدك اياه ما شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ميس هنادي، بتستاهليه. ميس هنادي، حابين نعرف اكتر عن نظرتك المستقبليه. انه فعليا افتح مركز تدريب ويكون شامل كل شيء، مش بس اشي علاجي، لا اشي تجميلي برضو علاجي. مثلا واحدة ما بتركب ابدا، حتى امهاتنا ستات الكبار اللي ما بيركبوا اظافر، اللي ما بيعملوا هيك اظافرهم ممكن من الاشغال البيت ضعيفة او من الغسيل او شيء، يكون عندي برضو نعم. مواد تكون علاجية، فهمتي كيف؟ مش بس تجميلية ما شاء الله. فهي هاي حكيت لك اياها، وانه يطلعوا مثلا صوالين كثير باسمي، او يكون مثلا كثير صوالين دربتهم يكونوا بنات يعني تلميذات. نعم. ان شاء الله يا رب بكل مكان ان شاء الله. ميس هنادي، حابين نعرف البرودكت الخاصة بك من وين؟ ان شاء الله قدام يكون البرودكت الي باسمي ان شاء الله. الله، بس حاليا انا بجيب من اكثر من مكان، اللي هو من روسيا، من بولندا، من امريكا. هاي يعني الاماكن اللي بجيب منها، او بالاحرى انهم هم بحاولوا قدر الامكان انهم يبعثوا لي الافضل عندهم. نعم. انا هنادي نوثق بشغلك وهيك، شوفي لنا هاي الالوان ما شاء الله. فممكن لحد الان بجوز مره او مرتين اشتريت، والباقي كله ببعثوا لي اياه. بدي احكي شغله كثير مهمه. نعم. بالنسبه لل ذا بيوتي وورلد، عالم الجمال اللي نعم. هو كل سنه بيصير ثلاث ايام هون بدبي، كثير بيساعدني بيساعدني اني اشوف كل بلد بتيجي اشوف شو في عندها برودكت، يعني عرفتي كثير نعم. بيساعد. كثير صوالين بيسالوني بقول لهم هذا المعرض كثير بهم انه للصوالين او حتى البنات اللي مبلشين بهذا الشغل يروحوا على المعرض اللي هو كل سنه ثلاث ايام من روسيا، بولندا، من كل الدول. حبيت فيهم شغله انهم بنزلوا افضل ما عندهم. نعم. فاهمي كيف؟ بيكون بوث وانت بتختاري الاشياء الحلوه، كثير مهم، واكيد مهم. الاحدث يعني طالما بدهم. نعم اكيد. وبعديها بتواصلوا معك وهيك، وبتصير مع يعني بتصير تاخذي منهم. نعم. ميس هنادي، انا عرفت ان انت انتقائيه جدا يعني ما بيعجبك اي شيء ولازم بتنقي لون، وفيك ان انت تعملي ميكس كمان بالالوان الخاصه. هلا انا شوفي وصلت مرحله انه ما اوقف على اللون اللي بعتوا لي اياه، انا امكسهم، خاصه الالوان اللي هي الوان نيود، او الالوان اللي هي منتشره هلا، هاي الاشياء اللي تكون نفس الالوان اللي هي للعروس، طبعا زينات العروس اشي، والبنات اللي المتخرجات اشي تاني، الناس العاديين زيه زي الوان تاني. في ناس عندي مثلا ما مش جريئين يحطوا بس مثلا احمر ابيض، الوان الفرنش فقط لا غير، حتى الابيض مش كتير بين الاحمر والوان الفرنش. نعم. في عندي فئات مثلا اللي هم شركة الطيران، نعم. هدول هاي هذا الستاف بيكون عندهم بس لونين احمر او فرنش فقط لا غير. نعم. بكون انا عارفه كل هدول. صراحه احكي لك شغله، ممكن هذا سر بالنسبه لي. نعم. اول ما تيجي عندي الزبون بتكون اول مره، بمجرد ما احكي معها شوي هيك بكون عارفه شو الستايل تبعها. بعمل هالشيء وهي بتحكي طب انت كيف عرفتي انا شو بدي شو بحب ايه؟ بكون اطلع مثلا على لبسها، على الاكسسوارات اللي موجوده بطريقتها، شو بتحبي وهيك، بكون انا عارفه وصلت مرحله عارفه حتى اللون شو بدها، حتى الطول شو بدها. هلا طبعا في شيب او اشكال الاظافر، بكون انا عارفه هاي الزبونه شو بدها بالضبط. ممكن برضو هذا بعيد عن الشغل هذا برضو صار يعني في اني افهم زبونتي وانا احكي معها عشان هي ترتاح لإلي، ما نعم. تتعب وهي تحكي معي. نعم. خلص اكون عارفه شفتي ما شاء الله. ده اكيد كله نابع من حبك للنيلز يعني شغل. انا حكيت لك مش مهنيتي هوايتي. نعم ما شاء الله. ميس هنادي، طبعا احنا في افضل بلد هنا بالامارات، حابين نعرف ازاي نعمة الامن والامان قدرت تساعد ميس هنادي ان هي تستثمر هنا.
شوفي، هي لما احكي كلمه امن وامان بكون مقصره. لسه يعني كلمه امن وامان لسه شيء اكثر من هيك بكثير. فعليا احنا ببلد امن وامان، فعليا نشكر رب العالمين انه احنا بهاي البلد. الحمد لله على هاي النعمه، هاي نعمه بالنسبه لنا. وفعليا انه انا انسانه كثير اجتني فرص برا، بس مستحيل انه اطلع من هيك من هاي البلد. قدمت لي كثير اشياء، مسهله علي كثير اشياء، حتى لو استصعبت بشغله يعني كثير مواطنين وبنات هيك على طول هنادي ولا يهمك، يعني انه كثير بحبها. كثير بحبها. وفعليا اني انا لما بدي احكي هنادي نيلز تكون بدايتها هون. نعم ما شاء الله. مس هنادي، مس هنادي بالاخير حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع هنادي نيلز. هلا عندي كثير تواصل لانه باسم هنادي نيلز، اكتبي هنادي نيلز حتى على جوجل ماب بيوصل، بيعطيكي حتى صور بجوجل ماب بنزل لك، الانستغرام، سناب شات، ارقامي، وراح انا ازودكم بارقامي طبعا. نعم اكيد. بالتواصل الاجتماعي عندي، عندي السناب كثير حلو، انه كثير بنزل كثير بفتح لايفات على الانستغرام. نعم انا متاحه للكل يعني. اكيد. شكرا لك. شكرا لك كثير مس هنادي، نورتينا بالبرنامج. حبيبتي. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعايه الله.